السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول في اللون أينما كنتم وحيث ما وجدتم. تحية لي خوتنا. بون معليش غادي ندير هذا الفيديو مداخلة قصيرة. جاو سألوني بزاف ناس وأنا من العادة ما نحبش نلعب على الحبال، هذه الطريقة تاعي، وما نكتبش على الناس ونقول الحقيقة التي توجع العصابة حتى ولو يديروا واش يديروا، اللي هي يا مخابرات القوى الإقليمية، يا نعال العصابة، ما تحاولوش تخدعوا الشعب وتروحوا عند ذاك الفويو تاع كوني ناف في حيدرة وتحوسوا توهموا الشعب باللي أن الذباب الإلكتروني هو تابع لهذا السراق تاع كوني ناف. الذباب الإلكتروني ومن يحرض على العنصرية والعنف هم نفسهم اللي كانوا يفركتوا في الشعب، واللي هي الدياراس والمخابرات. لا تدعوا أحدا يخدعكم. المصلحة تعمن، المصلحة تعمن عندما دوك يبدو في النوبه تاعهم، لانني انا نلعب بهم الكاسير ونخسر لهم الفيلمات اللي يديروهم، الفيلمات والبوبينات والطبخات اللي يطبخوهم نخسرهم لهم. سي بور سا يجوك هما بالسبان دوك يبداو يسبوا يطيحوا، باسكو على اميره يضيع لهم في الفيلمات ولي سيناريو اللي يخدموهم والافلام الافلام التركيه اللي يخدموها. اذا خاوتي بيكون على بالكم، وانا قلت لكم قسما بالله لو خويا ولا بابا يحاول باغي يغلط الناس الا وافضحه. اي واحد يحاول يغلط الناس ويهف الناس ويدخل في صراع الاجنحة من اجل الناس تضرب جناح يضرب جناح وجهة تضرب جهة، هذه ما تاكلش معايا انا، لاننا احنا ضد كل العصابه، بيكون على بالكم من الاخر. اذا الذباب الالكتروني هو مصدره الحقيقي، مش المصدر تاع الهف، المصدر الحقيقي تاع الذباب الالكتروني اللي حرض على العنف والعنصريه والكراهيه من اجل بقاء هذا المنظومه الفاسده هم الدياراس والمخابرات تاع طرطاك. هكذا ما نحبش الناس يتوهوهم، لانهم راهم يستعملوا في واحد الطرق، وراني من بعيد نتبعوا ونشوفوا. واي واحد يحب يتيليزوه باش يدوخ الناس، لانهم هم من يصنعون بعض الاشخاص لاغراض ومن بينها هذا الاغراض. هكذا خوتي، من خدك حتى واحد. الذباب الالكتروني مصدره من خلية الاعلام لجهاز المخابرات الذي حمى العصابة ولا زال يحاول حماية العصابة. من الاخر قص قرمط. هكذا خوتي بتفهموا وما يدوخكم حتى واحد. هذا السرق تاع كوني ناف هذا راه ينهى في ملايير، ما على بالاش بهذا الذباب الالكتروني، لان الثروة اللي مكونها ولا ما على بالو الذباب الالكتروني لا ولا. خليهم شي يفوك يستصغروك. خليهم شي تولي تبان لهم بلي انت ما كان والو، يجيبوا لك يوهموك بحاجه ما كاش منها. هذا كوني ناف نهب اموال، نهب ملايير، ولكن ما يروحش يدير خلية تاع اعلام ذباب الكتروني. وهذه من مهنه المخابرات، لان هما متمرسين ومتمكنين وعايشين بهاد العقليه اللي استعملوها منذ زمان ولا زالوا يستعملون في هذه الطرق القديمة. إذا أنا كي نشوف حاجة خرجت على الخط تاعها ودخلت فيها صراع الأجنحة ودخلت فيها الصراع تاع العصابات، نفضح ونهدر ونقول كلش. هكذا خوتي،
بيكون على بالكم وما تدخلوش في حيط وما تدخلوش في تينة وما يهفكم حتى واحد، وخاصة المخابرات اللي تستعمل في كل الطرق لأغراض تابعة ليها هي ولأغراض عندهم هم فيها مصلحة. هذه بما يفوش خاوتي وبما يدخلوش خاوتي في حيط. الذباب الإلكتروني اللي راه تستعمل فيه هذا الجهة وراءه ناس خبراء في الاستخبارات وليس في الخردة هذه تاع كوني ناف وهذا كوني نفس الراق والدشكارة تاع الشعب ومازال ينهب، ولكن كي تجي تشوف التخطيط، تخطيط استخباراتي يخدم العصابة. وراه كاين وتكلمنا وقلنا كاين صراع تاع أجنحة مخابرات، كون جيتو رجال خرجوا بوجهكم، ما تستعملوش ناس، خرج بوجهك وهضر إذا عندكم الرجولة، طبعا ما عندكمش. على هذه ما تحبوش أمير أنه يفضحكم ويقعد لكم قاعد تشكشوكة اللي تكونوا تخدموا فيها. انتم ما تباتوا تخدموا وتديروا في الفيلمات وتديروا في الفيلم هندي وتديروا في كذا، وفي لافا يخرج أمير يقعد لكم قاعد تشكشوكة ويخسر لكم قاعد المرميطة لكم تخدموا فيها، الطبخة لكم تطبخوا فيها قاعد خسروا هيك ما يكونكم هاني. يقول لك واحد المثل يقول لك كرهني على الصراحة تاعي وما تحبنيش على نفاقي، انا مانيش منافق لا مع الشعب ولا مع نفسي، نهضر اللي كاين. فهمتوا خوتي؟ المخبر الذي يتم فيه كل هذا الشيء ما هو لا في فيلا ولا هم يحزنون، هو في دائرة الاستعلام والأمن التي لا يستطيع الوصول لها أحد بالهاتف تاعه. هو داخل في دائرة الاستعلام والأمن، لا تصلها أي كاميرا. ومانيش باغي حاب مانيش حاب في الوقت الحالي وفي الوقت الراهن ندخل في ناس ديريكت كيما تيجي لي، مانيش حاب ندخل فيهم كيما تيجي لي. هذا اللي نقولها لخوت، في الوقت الراهن ماش بغي ندخل فيهم في كيما تيجي لي، قاش دخلت فيهم كيما تيجي لي راني غادي نكملهم. مخابرات راكم تخدموا في خدمة جياح، ولكن تحوسوا تبهدوا الشبهات، تبعدوا الشبهات على عليكم، تبعدوا الشبهات عليكم، والشعب كامل الشعب كامل اصبح فايق لكم. الشعب راه فايق لكم وما زلتوا في ما زلتوا في ديك العقليه، ما زلتوا كشغل بعد ما فاق بكم الشعب راكم تحوسوا تغطوا على روحكم منه 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 من هاي فايق لكم الشعب. فهمتوا ولا لا؟ خلية المخابرات التي موقعها ليس في حيدرة بل في بن عكنون، التي يعمل عليها على مدار ساعة على مدار 24 ساعة خبراء في المخابرات، وهي خلية إعلام خاصة ومتمكنة في تضليل الرأي العام والتحوس، تخلق فتنة وما تخوت خفتنا من أجل بقاء هذه المنظومة الفاسدة، لأنها تدافع عن المنظومة الفاسدة. وطبعا يختارون وجهة أخرى لباش يمسحوا فيها وجهة فاسدة، طبعا هما ما عندهمش كاش وجهة نقية يستهدفوها، يستهدفوا وجهة فاسدة اللي منها كوني ناف، ولكن هذه دخلة في الصراع اللي راه القائم بينهم، ومن جهة يسطروا على أرواحهم تيليجنس تاعهم. ولكنهم عندنا مصادر تجيبها من العنق، هذه اللي نقولها لخوتي. وأنا كنت أول من تكلم على خلية الإعلام والذباب الإلكتروني التي ترعاها المخابرات. بعد ما فضحنا هذه المخابرات اللي كنا نتكلموا ونقولوا هي سبب الذباب الإلكتروني، راحوا يجروا فيلا في منش عارف واش وفيلا، تفضحتوا.
خلاص ما عندكم ما تيتيليزو دروك. قص قرمط وضحناكم وتكلمنا من قبل باللي ان الخليه راهي عندكم وفاقلكم الشعب اللي عندكم. بعد ما كنت طايح عليكم الرخ رخ 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 روحتوا تفدوا تجروا روحتوا تجروا روحتوا تجروا في فيلا هيا لكم هيا لكم هنايا الذباب الالكتروني عند مخابرات خوتي عند المخابرات ما يهفكم حتى بشر وما يهفكم حتى واحد دخلها من في راسك هذه دائما تعرف. وقلنا ان العدو رقم واحد للشعب والخادم الوحيد للعصابه اللي بقى لها هو المخابرات تاعها. هكذا اذا ما تستعملوش ناس باش دوخوا الراي العام هكذا اخويا. وما تقولوا لهمش باللي احنا نحموكم لانكم كاين ناس بزاف قلت لهم احنا نحموكم وفي التالي ضحيتوا بهم. واحد يتقيس هكذا خوتي. انا قلت لكم مانيش باغي نحل جبهه واحده اخرى ونبدا نقعر من الاخر. كل حاجه عندها وقتها ولكن كي نشوف المخابرات تستحمر في الشعب نفضح. والله يا لو كان يكون خويا ولا بابا انا عاطي عهد لنفسي ان الشعب اللي دايرني كمصدر للمعلومه تاعه ونخدعه فيها والله ما نخدع خوتي. هذه رب هذه امانه بيني بين خالقي. زيدوا روحوا بلاصه واحده اخرى شوفوا كاش فيلا واحده اخرى قول لهم لا هي لهنا. زيدوا روحوا قول لهم لا هي لهنا هاي في بنعك من خوتي يا استحمرك حتى واحد. يا خويا بدر الدين زموري انا ما تستحمرنيش بالبارتاج ولا تبارطاجي لي ولا ما تبارطاجي ليش. حاجه اللي تهمني يجمعون الحق ويفرقون الباطل هذا هو الصح. يجمعون الحق بصح كي نشوفك تستعمل الباطل خاطيني وخاطيك. هذه هي قال لك هذا قول ان الاسماء كيمياء راني نقول لك بلي مخابرات كي نقول لك الاسماء نجي نقول لك عيسى وقدور راني قلت لك جهاز المخابرات يستعمر فيك. وهذه هضرناها عندي 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 مده من حيت هضرت هذا السيجي وعاودته 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 وطاحوا المخابرات بلي كونت وحهم يسبوا 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 يطيحوا وكذا لاننا وجعناهم ما لقاوش حل الا انهم يردوا التليفونات ويقول لهم روحوا صوروا منه روحوا صوروا منه صوروا اننا عريناهم انهم تفضحوا. حتى الكولونيل اللي راه يمد الاوامر على بالنا شكون هو وحتى الكوموندو اللي يوصل للرسائل على بالنا شكون هو وحتى الملازم الاول اللي يقدم المعطيات على بالنا شكون هو. يلا خير هذه هي حقيقه الذباب الالكتروني. يحوس الذباب الالكتروني المصدر تاعه عند المخابرات. لذلك نقول لك خوتي لا تدعهم يخدعوك لا تدعهم يخدعوك. الغاية من واحد قبايلي يقول روح سب عربي بكونت وعربي سب قبايلي وقبايلي سب عربي والعنصرية وفتنة ما يشتح هذا الخردة هذا. كونينا في خلاص كونينا في يدي في الشكارة يدي في الشكارة من أموال الشعب ما شاهد سوالة. هذه خدمة مخابرات والمستفيد الوحيد منها هو المخابرات والنظام القائم لا غير. هذا موش تحليل هذا واقع وهذا الشيء
الطبخه اللي طبخها المخابرات ومركتوها، بديتوا تبانوا، بديتوا تمرقوا في اللعب، وبدا الشعب يفيق. والحديث قياس. حياكم الله خاوتي. يعطيكم الصحة ودمتم في رعاية الله. ومشي أنا لنتصيد لا بخويا لا بوحد آخر. السلام عليكم.